مشاهدينا أهلا بكم ضمن أخبار الظهيرة، هذه أبرز العناوين. على امتداد الوطن عملية التلقيح تبلغ سرعتها القصوى باستفادة المتمدرسين ما بين 12 و17 سنة، العملية تسير بوتيرة جيدة والهدف ضمان ظروف آمنة لانطلاق الموسم الدراسي. روبورتاج النشرة من فاس. في ظل تناسل متحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد، يتجدد التساؤل حول نجاعة اللقاحات ونسبة الحماية التي يحققها اللقاح للملقحين في حال إصابتهم بالفيروس. في الميدان الرياضي اختتمت بالأمس منافسة كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس في كرة اليد، حيث حقق فريق وداد سمارة الوصافة بعد تتويج نادي الأهلي المصري باللقب. أهلا بكم من جديد. على امتداد الوطن عملية التلقيح تبلغ سرعتها القصوى باستفادة المتمدرسين ما بين 12 و17 سنة، العملية تسير بوتيرة جيدة والهدف ضمان ظروف آمنة لانطلاق الموسم الدراسي المقبل. وللاطلاع على سير العملية قامت اللجنة العلمية للتلقيح بزيارة أحد مراكز فاس. لطيفة بن حليمة ومصطفى الزاهري. ثانوية بن طفيل أحد مراكز التلقيح التي أعدت بجهة فاس مكناس لاستقبال الفئات العمرية ما بين 12 سنة و17 سنة. عدد المستفيدين يقدر ب 357,056 تلميذا وتلميذة. وبكل يسر وسلاسة تجري عملية التلقيح وسط انخراط طوعي للتلاميذ وأولياء أمورهم. أنا جيت اليوم باش ندير الجرعة الأولى ديال التلقيح، وكنشجع كاع التلاميذ والتلميذات باش حتى هما يجيو يديروا التلقيح. جبت البنيات ديالي باش يتلقحوا، وكنشد الآباء باش يسرعوا بهذه العمليه هذه. من الاباء يوعوا بهذا التلقيح هذا وما يستهونوش به، لانه باش يحافظ على صحتهم ان شاء الله. للوقوف على مجريات عمليه التلقيح، لجنه علميه رفيعه المستوى حلت بهذا المركز واطلعت على التدابير المتخذه لضمان سلامه المستفيدين والتي تعتبر من اولى الاولويات. تنشوفوا كيف كان اللقاء والاستجابة والأمور كيفاش مهيئة والضبط ديالها كيفاش مقول، بدءا من تسجيل إلى تسجيل في اللقاح إلى اللقاح إلى الخروج من اللقاح. ونتمنى بأن العملية تمشي بطريقة أكثر سرعة، لأنه من الواجب ديالنا في هذا الوقت الحرج أننا نسرعوا في حماية الأطفال ديالنا، ومن خلال ديالهم نسرعوا في الحماية ديال المواطنين ديالنا. 5 مراكز للتلقيح أعدت بعملة فاس لتطعيم ما يناهز 120,000 تلميذ وتلميذة وفق تنظيم محكم. كتتم العملية ديال الإجراءات الإدارية، ثم الاستقبال ديالهم في قاعة الانتظار، ثم العملية ديال التطعيم، فعملية المراقبة وتسجيل المعلومات على منظومة مسار. السلطات بجهة فاس مكناس حددت استراتيجية لتطعيم هذه الفئة المستهدفة من الآن وإلى حدود 10 أكتوبر المقبل. ومعنا مباشرة السيد مهدي البلوطي المدير الجهوي للصحة لجهة فاس مكناس. سيدي مرحبا، كيف تمر عملية تلقيح التلاميذ المتمدرسين، وما هي التطمينات التي يمكن إعطاؤها للآباء بخصوص نجاعة وفعالية وكذلك سلامة تلقيح هذه الفئة؟ شكرا لكم. اليوم رحنا في اليوم الرابع من بداية الحملة ديال التلقيح، فالحمد لله كنسجلوا أنه يوم بعد يوم هناك واحد التوافد كثير ديال الآباء مصحوبين بالأطفال ديالهم من أجل التلقيح. فهذا العملية الحمد لله اليوم كتمر في جو جيد، كذلك كيكون فرصة سعيدة باش نستغلوا مع الأطفال لأنهم كلهم ابتسامة، وكذلك الآباء ديالهم اللي كيجيو فرحانين باش يجلبوا لوليداتهم. فبالنسبة للقاحات اللي وفرتها وزارة الصحة الدولة المغربية فهم من أجود اللقاحات اللي كاينين على الصعيد العالمي.
فاليوم الرابع الحمد لله ما سجلنا ولو حالة يعني مشي شي حاجة اللي تكون خفيفة يعني الأعراض الجانبية، فكل شيء كيمر فيه ظروف حسنة وجيدة. مناسبة باش كنطلبوا من الآباء باش يزيدوا يجيوا يعني بسرعة باش يمكننا نتغلبوا على هذا الوباء في أقرب وقت، ويكون الدخول المدرسي في ظروف جيدة ونرجعوا للنمط الدراسي بالحضور في الأقسام ديالنا إن شاء الله. طيب ما هي توقعاتكم للمؤشرات الوبائية ببلادنا، وهل نحن في مرحلة تنازلية للموجة الوبائية التي عرفتها بلادنا خلال الأسابيع القليلة الماضية؟ كيف كيعرف الجميع أنه العالم كله مر بواحد ظروف حرجة، فبلادنا كذلك أنه مرينا بظروف صعبة وحرجة جدا، يعني أنه كان واحد طلب كبير على 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 المستشفيات بالأخص في يعني في الأقسام ديال الإنعاش الطبي، كذلك أنه كانت مجهودات جبارة باش يمكننا نلبي الطلب ديال المواطنين والمرضى، فالحمد لله كل شيء مر بسلام. اليوم كان ملي كنعالجوا المؤشرات كنلقاو كاين واحد الانخفاض نسبي، يعني أنه الحمد لله غاديين في ظروف مزيانة، والأرقام كتدر أنه كاين واحد الجو ديال المستقبل غادي يكون مزيان إن شاء الله، لأنه الموجة اللي كانت دينا كان في واحد الانخفاض نسبي، فهذا ماشي هو النهاية ديال الجائحة ولكن البداية ديال الخروج من هذه الأزمة الحالية ديال اليوم. فهاد التلقيح اللي جا اليوم ديال الفئة المتمدرسة غادي نكونوا زدناهم على الشريحة ديال الساكنة، فإن شاء الله غادي نوصل واحد المناعة جماعية باش يمكننا تكون واحد المناعة عند المواطنين المغاربة باش يمكننا نتغلبوا، لأنه هاد الفيروسات اللي كيجيو جداد كيتميزوا بواحد الشراسة يعني كيكونوا صعبين، فإذا ما كانش الإنسان ملقح وكيدير واحد الوسائل ديال الوقاية فغادي يكون عرضة لهذا الفيروس هذا. إذن سيد مهدي البلوطي المدير الجهوي للصحة لجهة فاس مكناس، شكرا على كل هذه التوضيحات. في رصدها للحالة الوبائية بفيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة إلى حدود يوم أمس عن تسجيل 5383 إصابة جديدة و70 حالة وفاة مقابل 6769 حالة شفاء. أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 فقد بلغ 18,875,138 شخصا، فيما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 15,285,804 أشخاص. في ظل تناسل متحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد، يتجدد التساؤل حول نجاعة اللقاحات ضد كوفيد 19 التي تظل السبيل لضمان المناعة الجماعية واحتمال إصابة الملقحين ونسبة الحماية التي يحققها اللقاح. سعيد إدريسي، أحمد حمري، ونوال مهدوب. رغم تلقيهم جرعتي اللقاح فإن الأرقام تسجل إصابة العديد من المواطنين بالفيروس التاجي، وضعية تطرح تساؤلات حول مدى نسبة الحماية التي يوفرها اللقاح وما تفسير الإصابة بالوباء حتى بعد تلقي التطعيم، ومن هم الأشخاص المعرضون أكثر للإصابة، وهل مضاعفات المرض تكون ضعيفة متوسطة أم خطيرة؟ الهدف الأول من التلقيح هو أنهم ما يتصابوش بالمرض، يعني إذا تلقوا مع الفيروس ما يتصابوش. الهدف الثاني هو أنهم إذا لا قدر الله تصابوا بالفيروس المناعة ديالهم كتحميهم وكيجيهم قليل وخفيف بزاف، لواحد الدرجة أنهم ما كيمشوش للعناية المركزة وما كيمشوش للمستشفيات وكيستعملوا أدوية خفيفة وكتكون نتيجة مزيانة. الآن إحنا غاديين وكننقصوا في الفئة العمرية، إذا خاصة هذه الفئة حتى هي تساهم بالتلقيح ديالها اللي هو ضروري ومن أولويات الأولويات الآن، لأنها بهذا التلقيح هذا غادي نحدوا من انتشار الفيروس في المجتمع ككل وبالتالي نحققوا المناعة الجماعية. التجارب السريرية أثبتت أن فعالية ونجاعة اللقاحات تظل متفاوتة، تتراوح ما بين 50 و95%، وأن الحماية من الإصابة بالوباء تظل هي السبيل الوحيد لتحقيق المناعة الجماعية. التلقيح راه كيحمي شوية ولكن ماشي 100%. الإنسان خاصو يبقى يدير احتياطات، يدير الكمامة، يدير غسل اليدين،
الى اخره. الانسان يدير احتياطاته الكمال الله. بزاف ديال الناس كيلقحوا وجاتهم كورونا حيت هما قال لك التلقيح ماشي غير كيحمي بحال ملي كتجينا لاغريب ضروري كندقو ديك البلاد ديال العام وبحال هكاك التلقيح ضروري ترد البال ديري البافيت معقم التلقيح ما تيحميش 100% وباقي الناس تيديروا الجرعه الثالثين باقا بريطانيا خدامه على الجرعه الثالثه وباقي الناس خدامين. نصيحة للعموم هو الاحتياطات والاحتياطات الاحترازية. فوائد عدة يحققها التلقيح فالإصابة بالوباء تكون أخف والأعراض أضعف، لكن الأهم هو ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار العدوى. بمناسبة إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقررة يوم 8 شتنبر الجاري، دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى منح تسهيلات للأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في المشاركة في عملية التصويت دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. بسيدي يحيى الغرب، وفي لقاء تواصلي قدم حزب التجمع الوطني للأحرار برنامجه الانتخابي برسم الاستحقاقات المقبلة. نتعرف على خطوطه العريضة مع فرح سعف وياسين المعازي. المنافحة عن برنامجه الانتخابي وتقديم مرشحه لساكنة سيدي يحيى الغرب نقطتان تضمنتهما أجندة هذا التجمع الخطابي للحزب. لا في المجال ديال الصحه، لا في المجال ديال التشغيل. الطموح ديالنا في الحزب هو نجيو بالتغيير. هذا التغيير هذا غادي نفعلوه برنامج اللي تصدر على الصعيد الوطني واللي درناه على الصعيد المحلي. اليوم درنا هذا البرنامج باش غادي نفعلوه على ارض الواقع. هو برنامج موضوعي واقعي اللي غادي يكون سهل باننا نفعلوه من بعد الانتخابات. احنا تنحثوا المواطنين بانهم يتواصلوا معنا في هذه الانيه ومن بعد الانتخابات، لان احنا ما باغينش نجيو ونديروا واحد المشروع اللي غادي نبقى هذا المشروع ديجا بعدا احنا جبناه باش ابخي التشاور مع والانصات المواطنين غادي نفعلوه مع المواطنين وغادي يبقى واحد التواصل ديما مع كل الساكنه لكي هذا المشروع يكون يجاوب غيرمون على المتطلبات ديالهم. كون معكم اليوم. ويراهن الحزب على طاقته الشبابية والنسائية لكسب ثقة ساكنة الإقليم خلال الاستحقاقات المقبلة. المشاركة ديالنا كانت مشاركة كبيرة بالنسبة لنساء المدينة، يعني هاد بادرة جديدة كاينة في المدينة بأن المرأة حتى هي لها مشاركة وحضور في العمل السياسي الحالي بعد ما كانت يعني شوية المشاركة خجولة. إن شاء الله احنا كنخدموا على باش نكسبوا الثقة ديال الناس بالبرامج اللي جبنا، وهي برامج يعني واقعية ماشي برامج من الخيال، وكذلك هي كتحاكي المجتمع وكتحاكي احتياجات المجتمع. وإن شاء الله كنتمنى نفوزوا بالأغلبية إن شاء الله. الحزب ولا احنا كمرشحين جينا بزاف ديال جينا بخمس التزامات، وحنا إن شاء الله الحزب خدام عليهم كاملين ويعني حط فيهم أهداف سياسية وأهداف اجتماعية. كنتمنى إن شاء الله الناس تثق فينا باش هاد الالتزامات تحيد من الاوراق وتحط في الواقع. الحزب ديال تجمع الاحرار تيعطى فرصه كبيره للشباب باش ينخرط في الانتخابات الحاليه، وحنا جينا بواحد البرنامج في خمسه نقاط اللي تتمحور حول النظافه وجوده العيش الكريم بالنسبه للساكنه، وعندنا مشاكل ديال النقل والتنقل وكذلك المرافق والتجهيزات والملاعب القرب. وخلال هذا التجمع الخطابي تناولت المداخلة أهم الإجراءات التي يعتزم الحزب تنفيذها حال فوزه في الاستحقاقات المقبلة.
وفي إطار تدخلات الأحزاب السياسية نستضيف في الأستوديو السيد حاتم بكار عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية. سيدي مرحبا. أهلا وسهلا. كيف استعدت الحركة الشعبية لاستحقاق تامين شوتنبر وما هي أهم مرتكزات البرنامج الانتخابي للحزب؟ حزب الحركة الشعبية يعني استعد لهذه الحملة الانتخابية والاستحقاق ديال تامين شوتنبر بواحد المنطق عنوانه الفعالية والفاعلية، الفعالية ديال ما نقترحه والفاعلية داخل الحيز الزمني، لأن المتطلبات ديال بلادنا والمتطلبات ديال المواطنين راه تتنوع وتتغير بحسب امتداد الوقت. ف الأعمدة الكبيرة اللي كنركزوا عليها دائما اللي ما يمكنش يكون تصور أو برنامج سياسي ما مبنيش على العدالة، والعدالة عندها تصورات وتجليات كثيرة، أهمها العدالة المجالية، ما ننادي به دائما داخل حزب الحركة الشعبية، واليوم كنربطوه بإجراءات قابلة للتطبيق داخل حيز زمني محدد، العدالة المجالية باش نقلصوا ما بين الفوارق اللي كاينة في العالم القروي والمناطق النائية والمناطق الجبلية والمدن، لأن كاين اختلاف وتفاوت في السرعات ديال التنمية، كيفاش غادي نحافظوا على التوازن داخل بلادنا ونوسعوا من الدائرة ديال العدالة المجالية. واليوم اللي كنلاحظوه من بعد تدبير ديال سنوات ديال عدد المدن وصلنا انه ما بقاتش عداله مجاليه داخل تلك المدن، اذا كنركزوا على ان المساله ديال التنميه والتنميه المستدامه عندها اليات، ماشي هي فقط خطاب، اذا خصها موارد بشريه، خصها بنيه تحتيه، وخصها موارد ماليه، وخصها تصور حقيقي قابل للتطبيق داخل حيز زمني محدد. ثم المساله ديال الامازيغيه بالنسبه لحزب الحركه الشعبيه ما عمرها كانت شعار فقط، وما بغيناش نبقاو حنا اليوم في الامازيغيه ديال اللافتات، بغينا الهوية ديالنا الكاملة بمشاربها المتعددة بما فيها الأمازيغية تكون باينة واضحة، لأنها تشكل غنى لبلادنا وممكن منها نستفدو في تنمية الواقع ديالنا. الهوية الأمازيغية بتاريخها ماشي مكون سهل، بالإضافة لنقط كثيرة كتركز على المجال الاجتماعي، المجال الاقتصادي، والمجالات اللي عندها علاقة مباشرة باليومي ديال الناس وبالاستراتيجي ديال الناس. اليومي ديال الناس هو التدبير اليومي من داخل المؤسسات التمثيلية المكلفة بالتدبير الشأن اليومي، ثم كذلك الشأن الاستراتيجي اللي هو ممتد في الزمن واللي كيخصو بنية قانونية، كيخصو تجويد في عمل الإدارة، توحيد العمل على مستوى الإدارة، بني على الشفافية، على المقاربة التشاركية والحوار المباشر مع المواطنات والمواطنين. كفانا استهتارا وكفانا تقديما لوعود احنا عارفين اننا ما غاديش نقدروا نطبقوها من بعد، إذن التصور اليوم اللي كيخصو يكون جديد. إذن ما مدى حضور الشباب والنساء في اللوائح التي تقدم بها حزبكم خلال هذه الاستحقاقات؟ هذه ميزة أخرى من الميزات اللي تميز بها حزب الحركة الشعبية. آخر اجتماع سياسي قبل ما تبدأ الحملة الانتخابية كنا ركزنا على أن على الأقل خاص يكون 1500 شابة وشاب ممتلين في الدوائر كلها، لأن لما كنقولوا الديمقراطية التشاركية كيخصنا نشركوا هاد الشباب والشابات داخل العملية الانتخابية في البروسيس كله، في المرحلة ديال إعداد الانتخابات، في الحملة الانتخابية، في الاقتراع وفي المشاركة ديال التدبير والتسيير سواء منه المحلي أو التشريعي، لأن هنا فين كتكون الآليات الحقيقية وكتكون كننسقلوا الإرادة الحقيقية ديال الشباب اللي ممكن يشتغل. علاش؟ لأن الشباب في آخر المطاف هو رمز من رموز التغيير. التغيير عنده مؤشرات، ملي كيكون مكون شاب، مكون بمعنى جماعة شباب كتشتغل عندها عقلية جديدة تنظر إلى الحياة وإلى واقعها نظرة مخالفة لأجيال سابقة، وهذا الاختلاف راه رحمة، هادو عندهم نظرة وهادو يسون لو بلوز أمام أنهم يعرفوا الواقع ديالهم، وهي الفئة الكبيرة اللي كاينة في المجتمع، وهي الفئة اللي عندها متطلبات كثيرة، متطلبات آنية، لا من حيث الشغل ولا من حيث الاقتصاد الدامج ولا من حيث واحد العدد الامور، خاصه ان حياتنا اليوم راه ما بقاتش حيت بحال من قبل. الوظائف ومناصب الشغل اللي طبيعه العمل اللي هي اليوم بلا تكنولوجيا اللي كاينه بالواقع ديالنا كيفاش كنعيشوه والوتيره التسارعيه ديالو، راه زياد من 300 منصب شغل اللي حنا طريقه شغل كنعرفوها اليوم من هنا واحد السنوات قليله راه ما غادي تبقاش. دونك حنا كيخصنا ندوا كابيتاليزي على هاد الشباب باش على الاقل نكونوا اليكوت وندمجوهم في صياغه القرار، لا كونسيبسيون ديالو، في اتخاذ القرار وفي التنفيذ ديال القرار من بعد. في 60 ثانيه، ما هي الرساله التي تودون توجيهها لمناضلي الحزب ولعموم المواطنين؟ احيي مناضلات ومناضلي الحزب وخاصه منهم النساء والشابات والشباب اللي كيشتغلوا في المغرب. وبالنسبه للمواطنات والمواطنين، انا بالنسبه لي رسالتي واضحه، رسالتي نابعه من قناعتي كمناضل شاب داخل حزب سياسي، كمناضل عنده تراكم بسيط في العمل الحزبي ولكن وعي بالشأن العام الوطني والمحلي، وكذلك كمرشح في مدينة القنيطرة في لائحة شبابية إلى جانب مرشح آخر للبرلمان اللي هو شاب ولائحته حتى هي شبابية، كنقول للناس
المؤشرات قبلتكم. الواقع اللي خلانا اليوم نترشحوا هو الواقع اللي كنعيشوه كاملين، ولا نخاطب الناس ونحن على وجه النقيض. حنا في بلاصه واحده، عندنا واقع واحد، عندنا تحديات واحده، تحملنا مسؤوليتنا وترشحنا علما ان منسوب الثقه قليل، وكنسمعوا اللي رضينا واللي ما رضيناش. ولكن مسؤوليتنا كمرشحين هو اننا نبلغوا الرساله اللي كنقولوا للناس، وانا كنخاطب المواطنات والمواطنين، وكنخص بديك مدينه القنيطره، وانا كنعرف الاحياء ديالها، الطيبيه، السكنيه، الطيرون، الحوزيه، ولاد وجيه، الارشاد، المعموره. اذا السيد حاتم بكار عضو المكتب السياسي لحزب الحركه الشعبيه، لقد استوفيتم الحيز المخصص لحزبكم خلال هذه النشره، شكرا. وفي إطار بث تدخلات الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، تم خلال الفترة الزوالية لهذا اليوم بث تدخل كل من حزب جبهة القوى الديمقراطية، حزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي. وقبل النشرة الرئيسية سيتم بث تدخل كل من حزب الشورى والاستقلال، حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الاستقلال. وقبل النشرة الأخيرة سيتم بث تدخل كل من حزب الديمقراطيين الجدد، حزب الطليعة الديمقراطية للاشتراك باسم تحالف فيدرالية اليسار، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. في الميدان الرياضي، اختتمت بالأمس منافسة كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس في كرة اليد بتتويج نادي الأهلي المصري بعد فوزه في لقاء النهاية على وداد أسمارة ممثل كرة اليد الوطنية في هذا العرس الإفريقي. عبد الحق بيات. توج إذا النادي الأهلي المصري بالكأس الإفريقية للفرق الفائزة بالكأس في كرة اليد في نسختها 37، وذلك عقب فوزه على فريق وداد أسمارة ممثل كرة اليد الوطنية في هذه التظاهرة الإفريقية. لقاء انتهى شوطه الأول بحصد 12 مقابل 10 ليستمر تقدم فريق الأهلي المصري حتى النهاية، بعدما ضيع فريق وداد سمارة عدة محاولات سريحة للتسجيل في أكثر من مناسبة ليفوز نادي الأهلي المصري بحصد 29 مقابل 24. فوز غالي، بطولة أفريقية حاجة كبيرة مش حاجة قليلة، مع فرق متنافسة كانت على المستوى، والحمد لله ربنا أكرمنا قدرنا إن احنا نعمل جيل جديد في النادي الأهلي. أول مرة فريق مغربي يخسر مع فريق مصري بهذا الفريق القليل ديال الأهداف، فالحمد لله رحنا احنا قراب للمنافسة، وهذه بروفا حق مباراة البطولة الأفريقية في العيون إن شاء الله. وبذلك نجح نادي الأهلي المصري في التتويج بالكأس للمرة الرابعة في تاريخه، بينما احتل فريق وداد سمارة الصف الثاني وفريق انتر كلوب الكونغولي الصف الثالث، في حين فاز بالكأس لدى السيدات فريق بيترو أتليتيكو الأنغولي على حساب تونير كالارا الكاميروني بحصد 25 مقابل 21. مشاهدينا، نهاية أخبار الظهيرة، هذه أبرز العناوين. على امتداد الوطن، عملية التلقيح تبلغ سرعتها القصوى باستفادة المتبدرسين ما بين 12 و17 سنة. العملية تسير بوتيرة جيدة، والهدف ضمان ظروف آمنة لانطلاق الموسم الدراسي. روبورتاج النشرة كان من فاس. في ظل تناسل متحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد، يتجدد التساؤل حول نجاعة اللقاحات ونسبة الحماية التي يحققها اللقاح للملقحين في حال إصابتهم بالفيروس. في الميدان الرياضي، اختتمت بالأمس منافسات كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس في كرة اليد، حيث حقق فريق وداد سمارة الوصافة بعد تتويج نادي الأهلي المصري باللقب. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.